صباح الخير يا شباب، واضح الصوت هيك؟ شوي مقطع يا دكتور. عفوا، هسه صار واضح. واضح واضح دكتور. ماشي. طيب شو. بدأنا بالمحاضرة الماضية لموضوع الأروماتيك كومباوندز، ووصلنا آخر شيء عند الأيوباك نيم للأروماتيك كومباوندز. حكينا في عنا مجموعة من المركبات لازم نحفظ أسمائهم عشان نعرف نسمي باقي المركبات. طيب نبدأ الآن نكمل بموضوع التسمية. الآن بداية بحكينا إذا كان في حلقة بنزين عليها مجموعة واحدة فقط، أوكي، مونو سبستيتيوتد بنزين، حلقة بنزين عليها مجموعة واحدة فقط، كيف بنسميها؟ إذا كانت واحدة من هذول، لأنه كلهم لاحظوا اللي هنا عليهم مجموعة واحدة، بالتالي إذا كان واحد منهم أكيد إحنا حافظين، يعني يجيب لي زي هاد نحكي هذا بنزويك أسيد. طب إذا ولا واحد من هذول بيكون تابع للبنزين، أوكي؟ نشوف إكزامبل. في عنا مركب عليه حلقة بنزين عليها Cl، ولا واحد من هذول الحفظ، فهذا تابع للبنزين، فبصير اسمه كلوروبنزين. إذا ما علي إلا أني أسمي المجموعة الموجودة على حلقة البنزين وأكتب بنزين، أوكي؟ وطبعاً ما في داعي للأرقام، لأنه أكيد إذا بدي أرقم راح تأخذ دائماً رقم واحد، أوكي؟ طيب هون في عندي حلقة بنزين عليها مجموعة NO2 نيترو كمان، ولا واحدة من هذول، بالتالي بصير تابع للبنزين، إذا اسمه نيتروبنزين. This one إيثيل بنزين، أيودو بنزين. واضح شباب؟ واضح بما يخص إذا كانت حلقة البنزين عليها مجموعة واحدة فقط؟ واضح دكتور. طيب. أوكي. طب الآن إذا كان في two groups موجودين على حلقة البنزين، إذا كانوا مجموعتين موجودين على حلقة البنزين. طيب بداية قبل ما بس ندخل بهذه النقطة، لازم نعرف نقطة قبلها، وهي وين راح يكونوا موجودين هذول المجموعتين. لاحظوا معي، نحكي إذا كان عندي حلقة بنزين عليها المجموعة الأولى، نفترض X يعني أي مجموعة، أوكي؟ المجموعة الثانية شو الخيارات اللي أمامها؟ ممكن تتواجد بالبوزيشن اللي هون، أوكي؟ هذا البوزيشن بنسميه أورثو، أوكي؟ أورثو نرمز له بالرمز O، تمام؟ ممكن المجموعة الثانية تتواجد بهذا البوزيشن، هذا اسمه ميتا M، أو ممكن تتواجد هون بنسميه بارا P، تمام؟ طبعا لاحظوا لانه في سيمتري، وبالتالي هذا البوزيشن نفس هذا وهذا نفس هذا، اوكي؟ اذا صار اذا عندي مجموعتين على حلقه البنزين ممكن تكون العلاقه بينهم اورثو او ميتا او بار. واضح شباب؟ هاي الرموز طبعا هي جزء من الايوباك نيم اللي راح نستخدمها، تمام؟ طيب شو الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه اني استخدم الارقام، اوكي؟ اني ارقم 1 2 3 زي ما تعودنا، واحدد البوزيشن بناء على الارقام. طب شو مطلوب منا احنا بالضبط؟ مطلوب الطريقتين، تمام؟ لانه يعني ممكن يجي السؤال مكتوب الايوباك نيم مثلا اورثو كلورو بنزويك اسيد وانت ترسم، بالتالي بدك تكون عارف ايش يعني اورثو ميتا وبار من حيث البوزيشن. طيب نيجي الان لموضوع تسميه هاي المركبات اللي عليها مجموعتين. شو بعمل؟ بدايه بحدد هذا المركب اللي بدي أسميه بيشبه أي واحد من هذول. إذا بيشبه واحد فيهم بيكون تابع له، إذا ما بيشبه واحد فيهم مرة تانية بيرجع للبنزين. واضح النقطة يا جماعة؟ بنزين عليها مجموعتين، إذا بيشبه واحد من حيث إيش الجروبس أنا بحكي الموجودين عليهم بيكون تابع لهذا المركب، إذا ما بيشبه ولا واحد فيهم راح نرجعه نعتبره تابع للبنزين. نشوف إكزامبل. فين هذا المركب حلقة بنزين عليها Cl هون و Cl بهذا البوزيشن، أوكي؟ طيب لاحظوا إنه بالمجموعات الموجودة على حلقة البنزين هي ولا واحدة من هذول، أوكي؟ إذا هذا المركب تابع للبنزين. طيب لأننا نسميه نحكي بالأرقام، راح أرقم أبدأ من أحد التفرعات وأتجه باتجاه التفرع الآخر عشان يأخذوا أقل أرقام زي ما تعودنا، يعني ما في شيء جديد بهذه النقطة. بالتالي إذا بدي رقم 1 2 3 4 5 6، لو واحد رقم من هون 1 2 3 كمل ما في فرق. طيب الآن نيجي نكتب الأسماء زي ما تعودنا، في 1 3 عليهم دايكلورو،
1-3 دايكلورو وحكينا المركب بنزين تابع للبنزين 1-3 دايكلورو بنزين. طيب لان حكينا اذا البوزيش اذا التفرع الاول هون والتفرع الثاني بهذا البوزيشن هذا اسمه ميتا، اذا بامكاني اسمي ميتا دايكلورو بنزين، هاي او هاي تنتين صحيح تمام، ميتا دايكلورو بنزين لانه لاحظوا البوزيشن هذا وهذا هم نفس البوزيشن هون وهون، طبعا هون او هون حكينا نفس الشيء. اي سؤال شباب على هذا الاكزامبل، على الاكزامبل بس الاول تحديدا؟ تفضل يا سيف الدين. هو مش سؤال، هو زي استفسار خارجي، بس مش المفروض انه سي ال يعتبر الكترون دونيتنج جروب يكون 1 يا 2 يا 4 يا 6 يكون عفوا يكون ايش مره ثانيه؟ وسي ال يعتبر الكترون دونيتنج جروب صح؟ لا سي ال الكترون ويذ دروينج جروب، عشان هيك بس ب 3 و 5 بيكون صح؟ بوزيشن 3 و 5 لا هذا هذا ما له علاقه اسف، انت بتحكي شيء مختلف تماما. تمام ما له علاقه، احنا هذاك راح نجي الموضوع انه وين يجي بالرياكشنز اوكي، بس احنا هون موجود عندنا مركب بدنا نسميه فقط. تمام طب نشوف الاكزامبل الاخر. في هذا المركب اللي هو حلقه بنزين عليه مثل وعليه بي ار كي، نشوف هل هذا المركب بيشبه واحد من اللي موجودين بالقائمه؟ نعم يا جماعه بيشبه هذا المركب، لاحظوا هذا المركب عليه مثل اللي اسمه تولوين، سميناه تولوين، اذا فعليا هذا المركب هو تابع للتولوين، الميجر كومباوند هو التولوين. طب نيجي الرقم، لان في هاي الحاله دائما الترقيم من المجموعه الرئيسيه، لان هاي تعتبر هي المجموعه الرئيسيه شباب اوكي، لان هذا المركب اسمه تولوين مع المثل يعني هاي كلها تولوين، اذا هاي المجموعه الرئيسيه دائما الترقيم من المجموعه الرئيسيه، لذلك 1 2 3 اوكي، لان فعليا هذا المركب اسمه تولوين، اذا هذا المركب عليه تفرع واحد فقط هو البرومو، فبصير اسمه 3 برومو تولوين تمام. طب اور اذا بدنا نستخدم ليترز نحكي مره ثانيه البوزيشن، العلاقه بين هذا البوزيشن وهذا البوزيشن ميتا، فبنحكي ميتا برومو تولوين اوكي، ميتا برومو تولوين. اي سؤال شباب عن هذا الاكزامبل؟ إذا فهمنا يعني I think إنه الأمور إن شاء الله راح تمشي بصورة سهلة. تفضل يا دارين. دكتور أنا دخلت شوي متأخرة فبدي أسأل، ما بعرف يمكن حكيت هاي المعلومة، بس بدي أسأل هسه لو كانت هي معكوسة، يعني لو كانت ميررت، يعني لو كانت الـ CL محطوطة عند الكربون 5 زي بالمثال الأول بعتبره برضو M؟ طبعا، لأنه حكينا إحنا إذا الجروب الاولى موجوده بهذا البوزيشن، اذا عدينا 1 2 3 من هون او 1 2 3 من هون نفس الشيء تمام، المهم يكون في بينهم وحده بينهم كربون. ايوه اكزاكتلي exactly. يعني هون زي ما عملنا هون، اذا حكينا الجروب الاولى هون الجروب الثاني اذا هون او هون اسمهم ميتا. اوكي اوكي شكرا. تمام لا شوف اي سؤال يا جماعه. طيب كمل نشوف كمان اكزامبل. في عندي حلقة بنزين عليها هذول المجموعتين F وهاي المجموعة، لكن شوف هل المركب هذا بيشبه واحد من الموجودين بالقائمة؟ نعم بيشبه هذا المركب الستايرين اوكي، إذن هذا المركب مشتق من الستايرين، لذلك إذا هذا المركب اسمه ستايرين إذن عليه تفرع واحد فقط اللي هو الفلورو، العد يبدأ من المجموعة الرئيسية 1 2 تمام، إذن 2 فلورو ستايرين، ولاحظوا المجموعه الاولى ما بتاخذ رقم اوكي بالاسم، يعني ما بنحط لانه اوريدي احنا مضمنينها بالاسم انه ستايرين، زي هون اوريدي متضمنه انها المجموعه الرئيسيه تولوين تمام. اور ايش الطريقه الثانيه؟ نستخدم اورثو فلورو ستايرين، حكينا البوزيشن مجاور للمجموعه الرئيسيه اسمه اورثو زي ما اتفقنا، مجاور اورثو لتادو ميتا والابعد بارا. اي سؤال شباب؟ تفضل يا احمد. دكتور بس سؤال، بس احنا في الاول مثال اللي هو في سي ال ما بنقدر نعتبر انه المركب الرئيسي هو الكلوروبنزين؟ ايش ما سمعتك منيح يا احمد، الصوت مش واضح. تهيد مثال هلا حليته انت سي ال اللي فيه سي ال اثنتين الاول. نعم ما نقدرش نعتبر انه المجموعه الرئيسيه الكلوروبنزين، هي انه حلقه بنزين عليها سي ال
لا ما في، احنا حكينا المجموعات الرئيسية هي الحفظ هون فقط. اوكي يعني اللي هي اول سطر بس. لا السطر الاول والثاني اللي هون كمان. اوكي هاي اللي هي حلقة البنزين اللي عليها مجموعة واحدة، هذول اللي عليهم مجموعتين تمام، فهذول هم فقط اللي عليهم مجموعة واحدة وإلهم اسم واحد يعني مش بنزين تمام. طيب بس اول سطرين اللي بنعتبرهم مجموعه رئيسيه. اه بالضبط بالضبط تمام. اذا حكينا مش تابع مش ولا واحد منهم بنرجعه للبنزين تمام. طيب تمام واضح، مش تروح تخربط. اه يعني هذا لانه منيح لسال احمد، لانه في طلاب يا جماعه كانوا بالمره الماضيه خربطوا مع هذول، فراحوا حفظوا هذول مع هذول على انه هذول يعني مجموعه رئيسيه صارت. اوكي دير بالك، هذا بدينا اكزامبل من هون، بدينا احنا نحل. اوكي فهذول مش حفظ يعني يا جماعه. طيب نشوف نيكست. في عندي هنا حلقه بنزين عليها او سي اتش 3 وعليها ايثل. طب تشوف هذا تابع لمين يا جماعه؟ تابع لا هذا المركب، لاحظوا هذا المركب اسمه انيسول، حلقه بنزين عليها او سي اتش 3. طيب بس هاي الاو سي اتش 3 للاعلى، هاي الاو سي اتش 3 يا جماعه للاسفل، في مشكله؟ لا يا دكتور بلا سيمتريكال. تفضل يا عبد الرحمن، في مشكله؟ لا يا دكتور ابدا، هي بس هي تقدر تقول مقلوبه او ممتاز تسوي يا لها جماعه، روتين. مش واحد يا جماعه ممتاز، مش واحد يا جماعه يحكي اه هذا انيسول تمام، هذا تحت اذا عكسنا المركب نعكس الاسم، يروح واحد كاتب من هنا اي ال او اس اي ان اي يا جماعه تمام، اذا عكسنا المركب تعكس الاسم. الله يرضى عليك. طيب اذا هذا المركب تابع للانيسول، وفي واضح في مجموعه واحده موجود على المركب this one. اوكي طيب واضح، اذا في ايثيل جروب يعني موجوده بالمركب، هي التفرع الوحيد. تقييم المجموعه الرئيسيه 1 2 3 4، لو رقمت بالعكس ما في مشكله. اذا 4 ايثيل انيسول او باللترز بارا، متفقين بوزيشن هون بوزيشن هون، العلاقه بينهم بارا، بارا ايثيل انيسول تمام. طب بنفس الطريقة التو اكزامز الثانيين يعني حاولوا ادرسوهم لوحدكم. طب الآن ممكن يكون عندي حلقة بنزين عليها عدد أكبر من التفرعات، يعني 3 or more groups. اوكي كيف بنسميهم؟ بنفس الطريقة شباب زي هذا الاكزامبل، يعني اللي فيه 2 groups لكن بهاي الحالة ما في letters، ما بزبط الأورثو والميتا والبارا، لازم نستخدم numbers. اوكي لازم نستخدم الأرقام فقط يعني. إذا موضوع الأرقام واللترز أنت مخير فقط إذا كان على حلقة البنزين مجموعتين، لكن غير هيك لازم تستخدم الأرقام فقط. طيب كيف نسمي؟ نفس ما عملنا قبل شوي، راح نشوف هل المركب فعليا هو واحد من هذولاك الحفظ ولا لا. أوكي نشوف this one. ما بدينا معلش راح أجل هذا الخليل الأخير. أوكي نشوف this one. أوكي في عندي حلقة بنزين عليها مثل وعليها three nitro groups. أوكي طيب نشوف بيشبه هذا واحد منهم؟ نعم، في هذا اللي حفظناه اللي هو التلوين، حلقة بنزين عليها مثل، إذا فعليا هذاك تابع للتلوين. أوكي this one. طيب الآن بدي أرقم من المجموعة الرئيسية أكيد 1 1 2 3 4 5 6، أو لو رقمت بالعكس نفس الشيء. طب شو بصير الاسم؟ 2 هاي 4 6 تراي نايترو، تراي نايترو تولوين، هاي المجموعة الرئيسية اللي بلون البلو تولوين. أي سؤال شباب على هذا الإكزامبل؟ عبد الله دكتور بدي أسألك عن الإكزامبل اللي قبل ال 1 2 4 تراي مثل بنزين. اه لا لا احنا تركناه، راح ارجع له يا عبد الله بس لحظه شوي. اوكي اوكي تمام دكتور راح نرجع له. طيب نشوف نيكست ذس وان، في عندي حلقه بنزين عليها هاي المجموعه وعليها 2 سي ال. اوكي بيشبه اي واحد هذا؟ سي دبل بوند او سي اتش 3، هاي المجموعه والله واحد من الحفظ مضبوط موجوده هون،
سي دبل بوند او سي اتش 3، هذا اسمه اسيتوفينون. اوكي اسيتوفينون، اذا هذا المركب هو مشتق من الاسيتوفينون. المجموعه الرئيسيه هون 1 2 3 4 5 6، فبصير عندي 2 3 داي كلورو والمجموعه الرئيسيه اسيتوفينون. اوكي طيب this one حلقة بنزين عليها PR NH2Cl Cl، هذا المركب معانا حفظ اسمه أنيلين، تمام أنيلين، إذا هذا مشتق من الأنيلين. ترقيم 1، لاحظوا التفرع الآن الأول هنا 1 هنا 1 نفس الشيء، لكن الثاني في فرق، إذا بتجه بهذا الاتجاه 1 2 3 4 5 6، فبصير 2 3 عليهم دايكلورو و6 عليها برومو والمجموعة الرئيسية أنيلين. طيب لن نيجي للمركب الأول، لأن في عندي حلقة بنزين عليها 3 ميثيل جروبس. أوكي وهذولا طيب الآن هنا فعليا هذا في شوية لبس، يعني هل هو تابع للزايلين اللي هنا؟ يعني احنا متفقين هذا إذا كانوا جنب بعض اسمه أورثو زايلين، وإذا كانوا أبعد اسمه بارا زايلين. أوكي طيب إذا في عندي مجموعات متشابهة هنا موجودة، تالي هو تابع لمين؟ أوكي إذا كونه هيك في الأمور فيها خلط فهو تابع للبنزين. أوكي إذا راح نرجعه برضو للبنزين this one. أوكي تالي بصير اسمه 1 2 3 4 5 6، إذا رقمنا عشان التفرع الأول طبعا من هنا أخذ رقم 1، الثاني 2، اوكي ثالث 4، اللي برقم 1 2 3 4 5 هيك لا هذا باخذ رقم اكبر، يعني اذا هذا الترقيم الصح، فبصير اسمه 1 2 4 تراي ميثيل بنزين. اوكي اذا خليناه تابع للبنزين لانه زي ما حكينا في مجموعات متشابهه. اوكي متشابهه، وحتى ما يصير بس لبس بين هذول الاثنين هذول الاثنين. اي سؤال شباب على موضوع تسميه الاروماتيك كومباوندز؟ طبعا احنا راح نتابع هنا يعني في كويستشن عن حل جزء منه. اوكي ان شاء الله الامور بتكون اوضح. طب شوف سوزان دكتور، ليش ما استخدمناها، يعني ليش ما فرضناها انها تلوين؟ لا هو نفس السبب، انه هي مشكلة انه في مجموعات متشابهه اللي هي مثل جروبس. اوكي التلوين إذا بنعتبرها تلوين، طب أي مثل فيهم نعتبرها تلوين؟ يعني نأخذ البنزين مع أي مثل فيهم؟ يعني الموضوع برضو فيه مشكلة صح؟ يعني راح يختلف بالترقيم يعني. تمام يا جماعة؟ تمام. أوكي. نشوف محمد رائد. دكتور المثال الرابع 2 3 دايكلورو 6 برومو أنالين، ليش ما حطينا البرومو قبل؟ إنه 6 برومو 2 3 دايكلورو أنالين. مزبوط ولا كلامك صح؟ نعم مزبوط ولا كلامك يا اخي. اذا مزبوط كلام زميلكم، البرومو قبل الكلور. اوكي فهي 6 برومو 2 3 داي كلورو انيلي. نعم عدلوا. شوف فرح احمد، اذا كان عندي تفرعين من الاشياء الحفظ كيف بسميه؟ تفرعين من الأشياء الحفظ يعني نفس المجموعة ولا مجموعة مختلفة قصدك؟ لا إنه غير عن بعض. غير عن بعض. ممتاز، هذه هاي next step. أوكي هسا رح لسه يعني في تابل هنا. أوكي شكرا. لا سوزان مرة تانية ولا ناسية أي سؤال يا سوزان؟ طيب لا نسيته. تم. طيب ممكن يكون حلقة البنزين قبل، يعني احنا لازلنا بالأيوباك نيم يا جماعة. اوكي حلقة البنزين ممكن تكون جزء من سلسلة طويلة مثلا، اوكي يعني جزء من مركب. بهاي الحالة لاحظوا اذا كانت حلقة البنزين متصلة بنحكي سلسلة طويلة بصير اسمها كتفرع فينل. اوكي فينل. طب اذا متصلة مع CH2 والCH2 هي المتصلة بالحلقة بصير اسمها بنزل. اوكي بنزل. إذا شو الفرق بين الفينل والبنزل؟ الفينل الحلقة دايركت متصلة، البنزل لا في CH2 تفصل بين الحلقة والسلسلة يعني طويلة. طبعا هذول كانوا مستخدمين بالكومون نيم يعني. أوكي بتعرف بس تعرفوهم عشان إذا قرأت بالكتاب تعرف بس عن إيش نحكي.
طيب الآن بتحكي زميلتك قبل شوي إنه في حال إنه مجموعتين موجودين على حلقة البنزين من المجموعات الرئيسية، يعني مثلا حلقة بنزين عليها NH2 وعليها CH3، طب هاي تابعة للأنيلين ولا للتولوين تصير؟ ممتاز، في هون تيبل من الأيوباكين بتعلق بالفانكشن جروب بالبريوريتي للفانكشن جروب، فبحكي لنا إنه عند التسمية أوكي الأولوية للكربوكسيليك أسيد، تمام، بعدين للإستر، بعدين أميد، نايترايل، ألديهايد، كيتون. إذا لاحظوا في يعني مرتبين الفانكشن جروب حسب البريوريتي، لذلك إذا بيكون حلقة بنزين عليها NH2 وعليها مثل أوكي هاي ألكل وهاي أمين، لا الأولوية للأمين، إذا بصير المركب الرئيسي هو أنيلين، وهاي بصير اسمها مثل، يعني تو مثل أنيلين مثلا زي هيك، تمام. طيب الآن السؤال يا جماعة، طب يا دكتور احنا بدنا نحفظهم هذولا، نحفظهم يا جماعة؟ لا يا جماعة مش راح، يعني هذا التيبل هو لأنه في طلاب بيسألوا بهذا الموضوع كل سنة، يعني بما يخص إنه أكثر من فانكشن جروب، فيعني بس حطينا التيبل للتوضيح. اللي ممكن يجي جماعة راح نحكي عنه، يعني المثل، يعني المثل جروب أو الإثل أو هذولا أوكي ممكن يجوا مع فانكشن جروب تانية، ودائما الأولوية للفانكشن جروب التاني، أوكي هيك راح يجي أوكي. أو في إكزامبل واحد بس بالكتاب موضوع الألديهايد اللي معاه OH أوكي، أو الكربوكسيليك أسيد اللي معاهم OH. يعني لاحظوا الكربوكسيليك أسيد أوكي والألديهايد والكيتون إلهم أولوية على الألكهول، إذا هذا اللي بدك تعرفه، تمام. فراح يجي مثلا مركب فيه كربوكسيليك أسيد وألكهول، تمام، أو ألديهايد وألكهول، تمام، أو كيتون وألكهول، أو إستر وألكهول، دائما الأولوية لهذول أوكي على الألكهول. لأن الثاني حكيته أنا مثل جروب، لاحظوا المثل هو ألكان يعني تابع لهون، فلاحظوا كل المجموعات إلها أولوية على الألكان يعني، تمام، باستثناء هذول يعني ما راح يجوا أوكي، ما راح يجوا مع الألكان، ماشي يا جماعة. ومن خلال هذول الإكزامبل إن شاء الله بتتوضح الأمور. طب في عنا هنا مركب راح نسمي، بدنا الشباب اللي ما شاركوا يا جماعة معنا وحابين انهم يشاركوا عشان موضوع المشاركة يرفعوا ايديهم عشان الجماعة ياخذوا علامة المشاركة. لجماعة العلامات مش فارق معاه كثير، ماشي، يعني ما في عنده مشكلة ياخذ 0 من 5، هو له الخيار يعني يا جماعة اوكي. طيب خليني بس أعمل مينيمايز، راح نحل نشوف عدد أكبر. أوكي واضح يا جماعة، عندكم الكلمة درو واضح ولا مش واضح؟ لا لسه مش واضح، لا مش واضح، طيب بس انا نفس الاكزامبل يعني مثله اوكي. يلا نحاول نختار من الجماعه اللي ما شاركوا. طيب يا جماعه معلش الناس دي الايديا، راح انا اختار الاسماء بناء على الناس اللي ما شاركوا اطلاقا اوكي، خلاص نزلوا ايديكم يا جماعه وانا اللي راح اختار الاسماء عشان ما يكون في حجه للي مش رافع ايده يا جماعه. أمل، عمار، أمل، هاي أمل سمعيتنا؟ تفضل يا عمر، حابة تشارك يا أمل معنا؟ يعني هو ممكن أأجل السؤال تاني عشان أنا مش كتير متمكنة من الخط يعني التسمية هذه. ماشي خلاص، إحنا عشان بس نعطي مجال للإيمان، إيمان تيسير؟ إيمان مش معنا جماعة. طيب يعني كويس المحاضرة مسجلة عشان اللي ما بشارك يتحمل مسؤولية. حلا وفيق، حلا. نعم دكتور. هاي حلا، يلا حلا حلينا السؤال الأول. This one الأول. تمام. هلا المجموعة الرئيسية اللي هي أسيتوفينون
ممتاز. إذن لاحظوا هذا المركب مع هاي المجموعة، هذا واحد من الحفظ اسمه أسيتوفينون. ممتاز. يلا كيف نرقم؟ ببدأ أرقم من عندها لعند ال أيوة هنا 2 للشمال. مزبوط؟ هون 2 1 2 3 4 هنا 5 هنا 6. يلا شو الاسم؟ 1 أيودو 5 إيثيل أسيتوفينون 2 أيودو 2 أيودو 5 إيثيل أسيتوفينون 5 إيثيل أسيتوفينون. ممتاز. إذن بدأنا الترقيم من المجموعة الرئيسية 2 أيودو 5 إيثيل أيودو. أوكي بس رح نعمل عشان موضوع الألفابيتيك. تمام. إذن 5 إيثيل الإي قبل الآي 2 أيودو أسيتوفينون. تمام. Next. يا أنا محمد. نعم دكتور. دانا محمد فايز. دكتور. تفضل يا دانا. اللي بعده دكتور. اللي بعده. This one. This one. تمام. المجموعة الرئيسية اللي هي تولوين. ممتاز. إذن المجموعة الرئيسية هنا هي تولوين. وراح أرقم عكس العقارب. Two. إذن هنا three. هنا four. أوكي. شو الاسم؟ 3 برومو و4 نيترو. 3 برومو 4 نيترو نيترو تولوين. بالضبط. ممتاز. بعدين يعني راح نفتح مجال الأسئلة. أوكي بس نحاول نأخذ عدد أكبر. راما سلطان. دكتور. راما سلطان. هني موجود. تفضل يا راما. أي واحدة. نيكست. هذا راما. هاي المجموعة هي الفينول. ممتاز. إذن في عندي مجموعة هنا فينول، وحكينا الفينول مقدمة على المثل عشان هيك ما سميته تلوين. تمام. طيب. أيوة. ترقيم من هنا وين وين بعدين؟ مش راح تفرق صح؟ ممتاز. إذا هنا 2 هنا 6 تمام رقم ما في فرق لأنه في تماثل. ممتاز. شو اسمه؟ 2 و6 داي مثل. داي مثل في الفينول. فينول. ممتاز. طيب راما اللي جابت راما سلطان. طيب. شوف راني عبد الله. دكتور. تفضل. طبعا يا جماعه انا بختار اللي ما شارك اطلاقا ولا مشاركه. تفضل يا رنا. هلا هو انيلين اتوقع. ممتاز. اذا this one انيلين. تمام. ايش الاسم؟ سير يعني نرقم من هنا 1 بعدين وين نروح؟ مش رايح نروح ولا مكان، يعني راح نضل مكان بس يعني نروح بالترقيم. 3 ايودو. اذا سوري 1 2 3 هنا 3 مزبوط، يعني رقمت بهذا الشكل هنا 5. اوكي 1 2 3 4 5 6. اوكي طيب الاسم. ايوه 3 ايودو 5 ايودو 5 نيترو انيلين. تمام. طيب رانيا عبد. طيب ثانكس. نشوف رؤى سليمان. رؤى سليمان. رواء عفوا، يمكن انا قارئ الاسم غلط. رواء سليمان. طيب روعة هشام. انا عم دكتور. تفضل يا روعة. هسه الرئيسية عندنا هون بنزويك أسيد. ممتاز. إذا هذا اسمه بنزويك أسيد. ممتاز.
وين وين نروح بعدين؟ عادي من أي جهة نفس الشيء. ما في فرق تمام. 1 2 3 4 5 وهنا 6 اوكي. وعندي على نفس الاسم. عندي على 2 3 5 6 تترا برومو. تترا برومو بنزويك. وهاي شباب الاسم الوحيد اللي فيه سبيس اوكي البنزويك اسيد. إذا حكينا روعة. طيب سيرين خساد. سيرين. نعم دكتور. سيرين. نعم. يلا نيكست سيرين. ها. طبعا المجموعة الرئيسية هون أنيسول. تمام أنيسول أيوة. رح نحكي 2 4 6 تراي مثل أنيسول. تمام 2 4 6 تراي مثل أنيسول. تمام إذا لاحظوا ال O CH3 مع المثل O CH3 أنيسول. تمام طب شوف next سلمى عاصم. نعم دكتور. تفضلي يا عاصم. المجموعة الرئيسية عندي هون الأنيلين. أنيلين تمام. وعندي تماثل فمن وين ما أبلش عد بطلع نفس العدد. تمام. فنحكي إنه واحد. ليه واحد؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. بنحط واحد عند المجموعة الرئيسية. لا لا كان قصدي إنه المجموعة الرئيسية واحد. تمام يلا راح احل بدون ترقيم. ايزوبروبيل داي. تمام داي ايزوبروبيل ايوه انيلين. ايش اسمه؟ انيلين. انيلين تمام ماشي. نشوف نيكست سند هيثم. سند سند هيثم. سيف الدين محمد. سيف الدين محمد خالد برضو مش معنا. طيب عبد الحكيم عامر. نعم دكتور. تفضل يا عبد الحكيم. المجموعة الرئيسية اللي عندنا هي ستايرين. تمام اذا هاي المجموعة الرئيسية ستايرين ممتاز. بدنا نبلش الترقيم من جهة البي ار. احكينا ليه يا عبد الحكيم؟ لانه الالفابتيك عندك البي. ممتاز اذا هو الترقيم من حيث الارقام من الجهتين نفس الارقام راح ياخذوا وبالتالي نلجأ للالفابتيكال. ممتاز شو بصير الاسم؟ يصير 3 برومو 3 برومو كلورو. أيوة. 5 كلورو ستايرين. ستايرين يا جماعة. طب هيكم بتعرفوا الجواب يا جماعة، ليش ما بترفعوا ايديكم يا جماعة؟ ليش عبد الحكيم ما بتشارك معنا؟ والله يا دكتور مش عارف. شو بتستحي يا جماعة؟ في حدا بيستحي يشارك يا جماعة؟ لا لا طيب. مش شارك هيك ماشي. طيب نشوف عبد الرحمن طه. عبد الرحمن طه. تفضل يا عبد الرحمن. اول شيء المجموعة اللي هي بنز الديهايد. ايوه اذا هاي المجموعة بنز الديهايد. ممتاز ايوه. نعم شو نكتب الاسم؟ اللي هي 3 4. 3 4 دايميثيل. 3 4 دايميثيل بنز الديهايد. بنز الديهايد. طيب شباب بالامتحان اللي ما بيعرف المجموعة الرئيسية راح ينحسب كله خطأ. تمام يعني أحيانا ممكن إحنا نخصم جزء من العلامة إذا مخربط برقم أوكي، لكن المجموعة الرئيسية إذا مخرب فيها خلاص راح تروح عليك علامة الفرع يعني. طيب اللي جاوب
مين اللي جاوب اخر شيء؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن طه. عبد الرحمن طه. طيب شوف هسه عبد الله محمد. عبد الله محمد. عبد الله تفضل دكتور. عبد الله محمد. اه تفضل يا عبد الله. اللي هي هذه هل نعتبرها فينول؟ ايوه اكزاكتلي، اذا هذا نعتبرها فينول. تمام. طيب عبد الله حل لنا هاي. عبد الله نيكست، حل لنا هاي عبد الله. طيب هذه اللي هي بنعتبر ناخذ ال COH بنعتبره بنزويك اسيد. ممتاز. اذا حكينا الاعلى بريوريتي، الاولويه الاعلى للكربوكسيليك اسيد، اذا هذا بنزويك اسيد، وهذول تفرعات. اذا ترقيم 1 2 3. تمام. يلا شو نسميها بس؟ هذا ممكن نسمي هو الاثنين هيدروكسي. ممتاز. اذا ال OH شباب لما تكون تفرع بصير اسمها هيدروكسي 2 هيدروكسي 3 ايثر 3 مثل 3 مثل اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد البنزويك اسيد. ممتاز. بنزويك اسيد 3 هيدروكسي عفوا 2 هيدروكسي 3 مثل بنزويك اسيد. نشوف علي محمد تيسير. تفضل يا علي. بدنا علي بدنا نختار لك واحدة بس أصعب شوية. علي علي هاي علي هاي. تفضل هاي علي. بس أيها الشاشة معلقة بعد إنك دكتور. هاي واضحة. بس ثاني اللي هي مترتبها او اتش مع سي او اتش. لا لانه ما أيوة. شاف عندي بعد. طيب نعم استناك يعني. فاهم دكتور عليك بس انه بقول لك شو كتبت عليها لانه مش عارف اياها بعدها مش مبين عندي. اللي هي مترتبها او اتش مع سي او اتش صح؟ هسه في حرف بنزين عليه او اتش وعليها C double bond OH، يعني هاي مجموعة الديهايد. تمام؟ حكينا كربوكسيليك أسيد الديهايد كيتون. ممتاز. إذا شو بصير المركب اسمه؟ اللي حفظناها شو اسمه؟ فأجها 1 2 3 4 5 1 2 هو الـ 3 4 5 أوكي هنا 6 تمام. اذا يا شو بصير اسمه؟ ثلاثة فور أربعة هيدروكسي وثلاثة خمسة دايميثيل فور هيدروكسي فور هيدروكسي بعدين ثري فاي ثلاثة خمسة دايميثيل دايميثيل أيوة و اسمه بنزل أسد بنزل عفوا بنزل دهايد. ها بنزل دهايد اوكي. اذا فور هيدروكسي 3 5 داي مثل بنزل دهايد. عمر مأمون. عمر مأمون فل. عمر اخر واحد. عمر حلنا هذا اخر واحد. هاي مجموعه الاسيتوفينون. ممتاز. اذا هذا المركب بدنا ننتبه انه الاسيتوفينون ممكن تكون مكتوب بهذا الشكل او سي دبل بوند او سي اتش 3 يعني. اوكي ممتاز. يلا بنبدا ترقيم اليمين او اليسار مش هتفرق. ما في فرق. ممتاز. يعني شو بيطلع الاسم؟ بيطلع الاسم 35 ايوه دايميثيل سيتوفينون. سيتوفينون 3-5 دايميثيل سيتوفينون. ممتازين يا جماعة. يعني اتضح يا جماعة انكم تعرفوا تحلوا بس في ناس شكلها بتستحي تشارك. تمام. طيب الآن شباب أي سؤال نفتح مدار. في حدا عنده سؤال بما يخص ممكن ترفع الشاشة عشان نصورها. ممكن ترفع الشاشة عشان نصورها.
This one. Okay. هو يعني مسجل anyway المحاضرة. طيب. صح. بس السؤال شو اسمه دكتور؟ ممكن تعيد موضوع الأولوية لأن شوية كان عشان. حكينا خلينا نرجع بس للتابل. ماشي. حكينا بما يخص موضوع الأولوية، إحنا هو في تابل تمام، بس إحنا ما راح يعني نطالبكم بالتابل كامل، راح فقط يعني الأشياء اللي عليها إكزامبل بالتكست بوك. أوكي، هذا التابل كامل هو من حيث الفانكشن جروبس الأولوية، يعني إذا أجا كربوكسيليك أسيد مع الكان الأولوية للكربوكسيليك أسيد، إذا أجا الديهايد مع نحكي الكين أوكي الأولوية لل الديهايد and so. أمين يعني مع الكان الأولوية للأمين. يعني بس نحفظ الموجود في الأسئلة اللي هون. بالضبط. فأنا يعني بهذا الإجزام الكويستشن اللي حلناه قبل شوي، هي في الأشياء المطلوبة إنه يكونوا مثلا مجموعة واحدة من هذول المجموعات مع الكهول أوكي، فالأولوية لهاي المجموعات أوكي. الله يعافيك. يكونوا مثلا هاي المجموعات مع مع مثل أو إثل، راح يكون أكيد لهاي المجموعة. طيب نشوف نورس. تفضل يا نورس. الصوت مش واضح دكتور، الشاشة مش مبينة، احنا على الجدول حاليا. نعم بس تفضل، ما كان صوتك واضح. أدي صور، بدك أنا أجاوب ولا سؤال يعني؟ أنت رافع إيدك بدك تجاوب ولا تسأل؟ أنا قبل رفعت إيدي عشان أجابه بس دكتور، أعتذر. تجاوب؟ طب خلص، هذا بس أعمل ميوت يا نورس. هسا رح نخليك تجاوب. إذن نورس بده يجاوب لنا السؤال التالي. طيب نورس، هاي. نورس موجود؟ نعم دكتور موجود. تمام نورس، تابع معنا نورس عشان نرسم المركب. تفضل يا نورس. أنا مستمتع بالرسم يا دكتور أكثر من رغبتي بالإجابة يعني. ليش طيب؟ ليش طيب؟ ماذا أنا والله دكتور؟ لا يوجد إجابة. طيب ماشي. لا خلاص يا نورس، ما راح نخليك. أكيد يا جماعة هذا المركب مش مطلوب الاسم. مش تمام؟ مطلوب الاسم تمام؟ شكرا شكرا. طيب نورس خلاص، بس خليك معنا بدنا نعطيك واحد ثاني نورس. تمام؟ هاي. نحذف لك مجموعات يا جماعة، بلاش تروح بالامتحان. انا تفضل. نورس. نعم دكتور، المركب اللي عندنا أسيتو أسيتو فينون. ممتاز، إذا هو تابع للأسيتو فينون. نعم. يلا شو نكتب؟ الترقيم راح يكون من اليمين طبعا، 1 2 3 4 ثلاثة أربعة داي أيزو بروبل أسيتو فينون.
نورس ايش هذا؟ نورس الجازي صح. نعم اوكي شباب. اذا 3-4 داي ايزوبروبيل اسيتوفينول. طب نيجي نكمل بس مين اللي عنده سؤال يا جماعه؟ شوف غاليه دكتوره، اذا كان عندنا على نفس حلقه البنزين مجموعتين من نفس النوع ايش بنعمل؟ مجموعتين ما راح يجي زي هيك يا غالي. تمام اوكي ثانك يو. تمام ماشي يا جماعه. يعني الاشي اللي مش مطلوب منا راح احكي لك ما راح يجي لانه ما بدنا ناخذ تفاصيل كثير مش مطلوب منا اجي. طب شوف سوزان حسين. دكتور هسه اخر فرع بالسطر الثاني سمينا 3 برومو 5 كلورو. تمام لو صارت 5 برومو 3 كلورو بتصير صح؟ حكينا لانه الترقيم 1 2 3 هيك التفرع اخذ رقم 3 ولو رقم من هون 1 2 3 برضه التفرع الاول اخذ رقم 3 فلما يتساووا بصير الاولويه الفابيتيكال البرومو البي قبل السي البرومو قبل الكلورو فرقمنا باتجاه البرومو. تمام شكرا. لا شوف عبد الله نظم. دكتور انا بس بدي اسال عن موضوع مثلا لما يكون في اكثر من بروبيل في البنزين ليش تتسمى داي ايزوبروبيل ليش ما بتكون داي بروبيل؟ معلش الصوت مش واضح بالاخير يا عبد الله ليش ما سميناه ايش؟ احنا ليش ما بنسميه داي بروبيل وبنسميه داي ايزوبروبيل بداله يعني؟ لا ما هو في فرق بين البروبيل والايزوبروبيل. مزبوط يعني هاي المجموعه بالتفرعات هاي المجموعه اسمها ايزوبروبيل. البروبيل اللي هي السلسله العاديه اللي 3 كربون اتوم لما يكون سلسله. ايوه تمام. هو دائما لما يكون في تفرع يعني مثلا 3 كربونات بنسميها ايزوبروبيل. لا لا مش دائما يعني شوف اذا كان مركب موجود بهذا الشكل مثلا في عندنا this one okay إذا كان بهذا الشكل okay. هاي اسمها بروبيل. اوكي CH3 CH2 CH2 هاي اسمها بروبيل وهي 3 كربون اتومز بس إذا كان 3 كربون اتومز متصلة من الوسط هاي اسمها ايزوبروبيل. ايوه مية مية دكتور. تمام شوف نيكست لين ذيف. دكتور بدي اسأل هلا عند الثالثة في السطر الثاني فوق عادي بس ترفع الشاشة شوي. اوكي بالكلمة هون. هاي أيوة. الثالثة اللي اسمها داي ايزو بروبيل انيلين ليه ما اعتبرت انه انا مثلا عندي 3 مجموعات فانه هاي كيومين وهاي كيومين وهاي انيلين ورجعت للبنزين مثلا؟ لا ما هي الكيومين بيكون عليها ايزو بروبيل واحدة مزبوط. اوكي تمام مزبوط الكيومين عندها ايزو بروبيل واحدة بس. مسألة تانية يعني هو هذا الكان تمام وانيلين الاولويه للانيلين. حسب التاب يعني هون الامين ايوه هو الكان الاولويه للامين اللي هو للانيلين يعني. تمام طبعا الانيلين هو جزء من الامين اللي فعلا. طيب شوف نيكست مش عارف أنا مين آخر شيء. سندس عواد اللي سأل جماعة نزل ليدو بس عشان سندس عواد تفضل. عادي لو سمحت تنزلنا chapter 4. أنا ما نزلت لكم chapter 4 جماعة؟ لا ما نزل. أنت أول واحد يا سندس تحكي لي أنا ترى ظنيت إني نزلت. طيب اليوم إن شاء الله بنزل لكم يا بعد المحاضرة إن شاء الله. تمام عبد الله محمد العفو عبد الله محمد. سي دكتور السي دبل بوند او سي اتش 3 شو بنصنفها بالجدول؟ هذا كيتون. كيتون ولا الديهايد ولا بفرقش؟ لا بتفرق هي
هو يعني هون اوكي نرجع للجدول. هسه سي احنا بنعرف الفرق بين الالدهايد والكيتون. السي دبل بوند او اذا كان على السي هيدروجين بيكون الدهايد، بس اذا كان مجموعه الكل مثل او ايثيل او يعني زي هيك بصير كيتون. تمام، البنزين هو يعني الكيتون يعني. طبعا البنزين نعتبرها ار بالضبط. شكرا دكتور، ان شاء الله بشابتر 9 راح نحكي عن الالدهايد عن الكيتون. طيب الآن بعد ما صرتوا يا جماعة بيركت في الأيوباك نيم، وأي حدا متماشي مثلا بالشارع سألك يا جماعة شو الأيوباك نيم لهذا المركب، أتوقع أنك تجاوبه. مظبوط يا جماعة؟ مظبوط. في حدا ما بيعرف يسمي؟ مظبوط مظبوط. يعني أنت والعيلة مثلا المساء وحكى لك والله بدنا تسمينا مثلا هذا المركب، تعرفه ولا لا يا جماعة؟ ممتازين يا جماعة. طيب أو بكرة مريض مثلا هو نايم على السرير يا جماعة، ممكن والله قبل ما يموت يحكي والله أنا يعني قبل ما أموت حاب بس أعرف شو اسم هذا المركب، يعني يعني مش راح تتركها بنفسها يا جماعة. مظبوط، أنت طالب طب يعني. طيب نكمل. موضوع الريزونانس للبنزين. اوكي، حكينا احنا قبل هيك انه الاروماتيك كومباوندز موجودين بجروب لوحدهم لانهم ما بيختلفوا عن الالكين رغم انه في يعني دبل بوندز. وحكينا هذا الاختلاف نابع من انه الاروماتيكس او الاروماتيك كومباوندز هم مور ستيبل. شو السبب مور ستيبل؟ انه في ريزونانس، والريزونانس بيعمل على انتقال الالكترونات بين الاتومز، وهذا اشي بيخلي فعليا الالكترون الواحد معرض لقوة جذب اكثر من نواة اثناء التحريك يعني، فهذا اكيد اشي بيعمل استابيليتي للمركب. طيب الان فينا تجربة بسيطة تثبت هاي التجربة عمليا، يعني تجربة عملية تثبت انه البنزين لا يمكن نعتبره الكين اوكي من حيث الاستابيليتي مور ستيبل. نشوف ب بس انا مش عارف اذا انا بالبي بي اف احنا هيك يا جماعه هيك بالبي بي اف يا جماعه موجود. تمام ماشي، نشوف التجربه. التجربه كالتالي تحكي اذا احنا عملنا هيدروجينيشن للالكين، التفاعل الهيدروجينيشن اوف الكين هو اكزوثيرميك رياكشن. لما نعمل عاده تفاعل يعطيني مقدار من الطاقة شباب، كمية الطاقة الناتجة إلها علاقة بالاستابيليتي شباب. يعني عندي الكين، طبعا هاي الفكرة العامة للرياكشن، يعني عندي الكين عملت له هيدروجينيشن أعطاني مثلا 50 كيلو جول بير مول. طب الكين تاني مركب تاني يعني الكين عملت له هيدروجينيشن أعطاني 60 كيلو جول بير مول. تمام، فبحكي اللي بعطي طاقة أقل هو المور ستيبل شباب، مور ستيبل الكين، لأنه المركب فعليا بيكون فيه توتر، فمجرد ما أنا أعمل له هيدروجينيشن كأنه بيطلع كل الطاقة اللي عنده يعني أوكي، كل التوتر عنده، فالصراخ على قدر الألم يعني. تمام، بيطلع كل الطاقة اللي عنده، لذلك اللي بيطلع طاقة أقل بيكون فعليا هو مور ستيبل، يعني هو ستيبل ما فيش داعي يطلع طاقة كبيرة. واضح الفكرة يا جماعة من الرياكشن؟ لذلك اللي راح يصير كالتالي، شوفوا هنا حكينا اذا عندي انا سايكلوهيكسين اللي هو يعني في دبل بوند وحده، اذا بعمل له هيدروجينيشن بتحول لسايكلوهيكسان صح، هذا الانرجي هنا الواي اكسس هي الانرجي، فالانرجي هنا الخط اللي تحت هنا هو الانرجي للسايكلوهيكسان. اذا السايكلوهيكسين اذا بعمل له هيدروجينيشن بتحول لسايكلوهيكسان، بفقد طاقه مقدارها 28 كيلو كالوري بير مول. طبعا الماينس هنا فقط إشارة على إنه التفاعل إكزوثيرميك زي ما اتفقنا فقط يعني. تمام؟ طيب لو كان عندي بمركب في 2 دبل بونز تمام؟ اللي هو هذا 1-3 سايكلو هيكسا داين، في داين هنا بس مفقود. تمام؟ إذا كان عندي هذا المركب إذا عملت له هيدروجينيشن كم بفقد الطاقة؟ المفروض ضعف هذا لأنه الباي بوند الوحدة بتفقد 28.6، 2 دبل بونز يعني تقريبا الضعف تقريبا، فهذا راح يفقد 55.4 كيلو كالوري بير مول. طيب
الآن لو اعتبرنا البنزين بنفس الترند على أنه الكين، كم لازم يفقد طاقة إذا بعمل له هيدروجيناشن؟ 3 أضعاف هذا الرقم، تمام؟ 28.6، 3 أضعاف، يعني لازم يفقد، أي أنا حسب لك هون، لازم يفقد طاقة مقدارها 85.8 كيلو كالوري بير مول، لازم يفقد. إذا لازم يجي فعليا هو هون موقع من حيث الإنرجي. لكن لما إجينا نعمل هاي التجربة عمليا وجدنا أنه اللي فقدوا فقط أقل من 50 كيلو كالوري، يعني حتى أقل من اللي فيه 2 دبل بونز. إذن واضح أنه البنزين لا يمكن اعتباره كألكين عادي، هو الاستابيليتي أعلى بكثير من الألكين العادي. واضح إيه؟ لأنه لما عملت له هيدروجيناشن فقط طاقة أقل من اللي المفروض يفقدها باي كالكوليتد. واضح يا جماعة الهدف من هاي التجربة؟ تفضل يا عبد الرحمن. دكتور، هسه الكيل اللي عنده رابطه واحده هو مور ستيبل بنزين، البنزين اللي عنده رابطه واحده؟ نعم. نعم تمام. شوف سيما. دكتور، هنا ليه سميناه سايكلوهكسين؟ ليه ما سميناه سايكلوهكسادايين؟ ما سمعت يا سيما، بس الصوت مش واضح، تعيدي. هون ليه ما سميناه سايكلوهكسادايين؟ يا سيما انا حكيت هاي الملاحظه، تمام، حكيت بس في خطا هنا، في داي 1 3 سايكلوهكساداين، تمام. تمام، شكرا. اوكي تمام. لا طيب، اذا بس يعني الارقام طبعا الجماعه مش حفظت، تمام، ولا راح يجي سؤال كالكوليتد، تمام، يعني كالكوليشن عمل اليوم هي فقط بس للتوضيح الفكرة انه عمليا كيف اثبتنا انه البنزين لا يمكن اعتباره الكين. طيب الان البنزين كونه ستيبل، اذا لا يمكن يتفاعل as a normal الكين. اوكي، طيب شو التفاعلات الممكن اذا يتفاعلها؟ ممكن يتفاعل شباب تفاعل substitution reaction. ايش يعني؟ يعني تفاعل استبدال. اذا ما بزبط نيجي للبنزين نكسر الباي بوند ونضيف على كل كربون مجموعة ونحكي صار أديشن، ما في تفاعل أديشن. أوكي، لأنه إذا عملنا بهذا الشكل وقفنا الريزونانس، بكون توقف الريزونانس، وهذا إشي أكيد مش لصالح المركب، ما بعمل. طيب إذا رح نأخذ تفاعل واحد فقط للبنزين اسمه إلكتروفيليك أروماتيك سبستيتيوشن، تفاعل استبدال بإلكتروفايل. الجنرال فورمولا للتفاعل بشكل عام راح يكون عندي حلقة بنزين، شو اللي راح استبدله؟ راح استبدل واحدة من الهيدروجين الموجود على الحلقة. ايش راح استبدلها؟ بإلكتروفايل. طبعا العملية بتحتاج لكاتاليست، تمام. اللي بصير اذا الإلكتروفايل مكان الاتش راح يطلع يحضر هذا المركب. طيب في عندي 6 أنواع تحت هذا العنوان شباب، الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، 6 أنواع. شو الفرق بينهم الستة؟ فقط ايش ممكن يكون الالكتروفايل. اوكي، شو ممكن يكون الالكتروفايل، واكيد راح يعتمد عليه موضوع الكاتاليست، يعني شو ممكن يكون الكاتاليست، هذا الفرق الوحيد يا جماعه. لكن كلهم راح يتصرفوا بنفس الطريقه، اني راح استبدل هيدروجين موجود على حلقه البنزين. طيب ناخذ فكره عن هذول الست تفاعلات بس، بعدين راح نجيهم بالتفصيل. طبعا اول تفاعل اسمه كلورينيشن، بحكي لنا إذا في عندي حلقة. طبعا شباب لما هون يعني حلقة بنزين، احنا عشان بس نحكي بالصورة العامة للتفاعل، لكن ممكن يكون أي واحد من الأروماتيك اللي مروا معانا، يعني هذول عادي، أي واحد من هذول أو من هذول اللي هون، تمام، عادي. المهم يكون عنده هيدروجين على حلقة البنزين. إذا بفعل مع CL2، أوكي طبعا no reaction، لكن إذا بستخدم كاتاليست فيرك كلورايد FeCl3 بستبدل واحدة من الهيدروجين بCl، فبحضر الكلوروبنزين. أوكي، هاي العملية اسمها كلورينيشن. طب إذا بستخدم Br2 مع FeBr3 العملية اسمها برومينيشن، إذا استبدلنا الهيدروجين لهم. طبعا أي هيدروجين هنا ما في فرق لأنه متماثل، أوكي، البنزين. إذا التفاعل برومينيشن. طب إذا بستخدم HNO3 نيتريك أسيد مع سلفوريك أسيد، أوكي، بستبدل بNO2، والNO2 زي ما شفنا بالإكزامبل اللي فوق
بالأيوباكنيم يعني أحد المجموعات المشهورة بالأروماتيك كومباسيب. تمام؟ إذا بعمل تفاعل اسمه نيتريشن. طب إذا بستخدم SO3 مع سلفوريك أسيد، هاي العملية اسمها سلفونيشن والمجموعة SO3H. طب إذا بستخدم RCl مع ألومنيوم كلورايد، بكون استبدلت الـ R مكان الهيدروجين، فالعملية اسمها ألكيليشن. طب إذا كان في R C double bond O C L، أوكي، استبدلت هاي المجموعة مكان هيدروجين، العملية اسمها أسيليشن. يعني أنا بشيل C L وبربط المجموعة هاي الكربون مع حلقة البنزين، هيك اللي بصير. طب بداية يعني هم ست تفاعلات، لكن يعني في تشابه بينهم. لاحظوا الكلورينيشن وبروينيشن بيشبهوا بعض، تمام. لاحظوا هنا الألكيليشن والأسيليشن برضو بيشبهوا بعض، الفرق الوحيد بينهم إنه في C double bond O يعني، أوكي، بين حلقة البنزين والآر جروب. طيب شباب، الآن لو سألنا شو الإلكتروفايل هون؟ الإلكتروفايل مقارنة مع الجنرال فورمولا، لاحظ ما عليك إلا الإي هاي تحط لها بلس، بتصير هي الإلكتروفايل. بالتالي هنا شو الإلكتروفايل؟ هي سي أل بلس. شو الإلكتروفايل؟ بي آر بلس. هنا NO2 بلس، والبلس على النيتروجين، على الأتوم اللي دايركت على الحلقة البلس. هنا SO3H بلس الإلكتروفايل، والبلاس على السلفر. هنا R بلس، هنا C double bond O R بلس، والبلاس على الكربون اللون. واضح؟ هيك الإلكتروفايل. أي سؤال شباب؟ إذا الآن تفضل يا داري. دكتور بدي أسأل هسا اللي هو البنزين إلو زي إنه positive أو negative charge، ولا بس الكربون اللي هو مرتبط فيها؟ نعم، رح نيجي إحنا لهاي المسألة. بالفعل حلقة البنزين ممكن يكون عليها partial positive أو partial negative حسب المجموعة اللي عليها. رح نيجي لهذا إن شاء الله بهذا الشابتر. تمام، شكرا. نعم، مايا. دكتور ممكن بس تعيد السلفينيشن كيف صارت SO3H؟ احنا لسه يعني ما حكينا الميكانيزم يا جماعة مطلوب، اوكي، لسه ما حكينا عن الميكانيزم، بس هي ملاحظة زميلتكو في محلها، يعني واضح من الجروب انه اوكي احنا يعني في علاقة بين الريجنت اللي هنا والالكتروفايل، باستثناء هذا هو اخذ اتش من هون، اوكي، من السلفوريك اسيد اخذ اتش وعمل هاي المجموعة، بس يعني راح يكون ان شاء الله اوضح بالميكانيزم. طب شوف جوان. الدكتور لازم نميز شو الكاتاليست بكل تفاعل. طبعا يا جماعة، عشان تعرف تكمل التفاعل لازم تعرف شو الكاتاليست. طيب تمام. لا لا، نيجي للميكانيزم للإلكتروفيليك أروماتيك سبستيوشن. راح نحكي عن الميكانيزم لكل هاي التفاعلات، تمام يا جماعة؟ طيب والله هذا ممكن يكون كم هائل من المعلومات. لا شباب، راح تشوف الموضوع مكرر فقط. طيب ميكانيزم للالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن، حكينا طبعا هذا الدايجرام بس عشان نوضح الميكانيزم. بالبدايه بتكون كاربوكاتيون، تمام، بعدين بصير في اديشن. مش مهم هذا الدايجرام شباب، مش مهم، بس انا اللي بدي احكي انه الميكانيزم، كيف نرسم الميكانيزم لهي التفاعلات فعليا شباب. كل تفاعل لما أرسم الميكانيزم بدي أرسم ثلاث خطوات، ركزوا معي. الخطوة الأولى دائما كيف أكون الإلكتروفايل، والإلكتروفايل كيف بكونه؟ بروح بفاعل هاي محل، رح نيجي للموضوع بالتفصيل بس عشان بداية يكون عندك فكرة. إذا الخطوة الأولى تكوين الإلكتروفايل اللي بدك تفاعل هاي محل. الخطوة الثانية البنزين رح يهاجم الإلكتروفايل اللي أنت كونته، تمام، رح يصير أديشن. طيب الخطوة الأخيرة راح نحذف الأتش اللي ضفنا مكانها الإلكتروفايل، لأنه حكينا الموضوع استبدال، والاستبدال هو عبارة عن أديشن بعدين إليمينيشن أو العكس، تمام؟ هذا طبعا راح يمل أديشن بعدين إليمينيشن، أوكي؟ طيب نيجي الآن ستيب وايز لأول واحدة. بداية هون شوف في عنا أول تفاعل كلورينيشن and برومينيشن، رح نحكي عن الميكانيزم للاثنين
اللي هم هذول الاثنين لأنهم متشابهين يعني. طيب أول خطوة حكينا بدنا نكون الإلكتروفايل، إلكتروفايل من الريجنت الموجود هون، في عندي Cl2 عندي FeCl3 بصير الآن رابطة بين الـ Fe والـ Cl. كيف تتكون؟ حكينا إحنا أثناء دوران الإلكترونات حول الـ Cl اللي هون والـ Cl اللي هون، في لحظة ما بصير في استقطاب positive و negative، okay. فالنيجاتيف تروح متهاجم الـ Fe بيطلع عندي هاي الرابطة، okay. فلاحظوا هاي الـ Cl صار عندها partial positive، فهاي هي الإلكتروفايل، هاي هي الإلكتروفايل. طيب الخطوة الثانية، لأن البنزين اللي هو هون النيوكلوفايل راح يهاجم الالكتروفايل السي ال اللي هون، يعني راح يعمل رابطه. اذا الباي بوند اللي هنا صارت الان رابطه جديده بين هاي الكربون وهاي السي ال، هاي اوكي صارت رابطه جديده. صار عندي طبعا كربوكاتيون هون لانه هاي الكربون فقدت الكترونها بهاي الحاله، فصار كربوكاتيون هون. لان اخر خطوه حكينا ضفنا احنا السي ال هنا، لازم احذف الهيدروجين اللي هون عشان يصير استبدال. فالسي ال ماينس اللي من وين اجت هاي أفضل FeCl4- رح يرجع كتلست FeCl3، فبفقد Cl- فCl- رح تأخذ هي الـ H+ رح يطلع HCl يعني، والـ 2 إلكترونز اللي هنا رح يرجعوا مرة تانية عشان يرجعوا المركب أروماتيك عشان يضل ستيبل. أوكي طيب أي سؤال على هاي الميكانيزم؟ دكتور ممكن تعيد مزبط التعيد بالله ماشي. طيب حكينا عشان نكتب الميكانيزم بدنا نكتب ثلاث خطوات. الخطوة الأولى بدنا نكون الإلكتروفايل، والإلكتروفايل حكينا من وين نكونه؟ من الأشياء اللي هون، يعني الدفاع هذول الاثنين مع بعض عشان نكون الإلكتروفايل. هنا نفس الشيء، هذول الاثنين مع بعض، هذول الاثنين مع بعض. إذا Cl2 وال FeCl3 حكينا بتفاعلوا مع بعض، حكينا أنه بلحظة ما بصير في استقطاب، بصير هنا بارشل بوزيتيف وهنا بارشل نيجاتيف، وهي البارشل نيجاتيف تهاجم ال Fe تعمل هاي الرابطة. طيب بهاي الحالة السي ال اللي عليها بارشل بوزيتيف هي الالكتروفايل، اوكي. طيب الآن البنزين، الخطوة الثانية، البنزين بروح بيهاجم الالكتروفايل، اوكي. تري الباي بوند اللي هون، طبعا اي واحدة منهم ما في فرق هنا، الباي بوند اللي هنا بتروح بتهاجم السي ال، و2 الكترون بيروحوا للسي ال، بصير عندي اف اي سي ال 4 ماينس، اوكي، ورابطة جديدة بين هاي الكربون وهاي السي ال، اوكي، فصار هنا بوزيتيف. طبعا اللي بيعمل الرابطه بين هاي الكربون والسي ال نفس الشيء، بس بصير بوزيتيف هون، ما في فرق، اوكي. اذا الكربون اخذت الباي بوند وعملت رابطه مع السي ال، طب صار هنا كربوكاتيون. طبعا طب حكينا احنا انه تفاعل استبدال، بالتالي اذا ضفت انا السي ال هنا لازم احذف الهيدروجين بنفس الكربون، تمام. ففي الخطوه اللي هنا لاحظوا في هيدروجين، طبعا هي موجوده هون الهيدروجين، بس احنا اظهرناها هون لانه الان احنا بحاجتها. فالسي ال ماينس اللي جاي من وين؟ هاي الـ FeCl4- بفقد الـ Cl- هون، وبرجع هو FeCl3 هون كاتاليست. فالـ Cl- اللي هون بتاخذ الـ H+، اوكي، بتاخذ الـ H اللي هون يعني بتصير HCl، والـ 2 إلكترونز اللي هون بينزلوا بيعملوا باي بوند، بترجع الرابطة الثنائية مرة ثانية عشان يضل المركب أروماتيك. أي سؤال شباب؟ أي سؤال؟ تفضل يا حنا. دكتور ايش هن الالكترونين اللي رجعوا عملوا باي بوند بالاخر؟ انا شو الصوت مش واضح يا حلا، نعيد. ايش هن الالكترونين اللي رجعوا عملوا باي بوند بالاخر؟ اخر خطوه، في اخر خطوه وانا السي ال ماينس اللي هون، مش هاي السي ال ماينس، سي ال ماينس مع اتش بلس بتصير اتش سي ال، فطلعت الاتش هنا بدون ولا الكترون، يعني هي طلعت بدون الكترونات، طلعت اتش بلس، فضل هنا الكترونين، الالكترونين اللي هنا هم اللي عملوا الباي بوند اللي هون. يعني السي اللي شلنا منها الاتش ضل عليها الكترونين، مش انه راحوا مع الاتش. سي ال ماينس اللي هون قصدك؟ لا قصدي الكربونه اللي مرتبطه بالاتش ضل عليها الكترونين، مش انه راحوا مع الاتش لما ارتبطت. اللي هون لا طبعا، طبعا هون الالكترونين ضلوا، ف اخذت هي الاتش بلس، التو الكترون اللي هون عملوا، رجعوا عملوا باي بوند. طبعا واحد اصلا، التو الكترون اللي هون في واحد اصلا الكربون، الثاني لما اخذته هاي الكربون راحت البوزيتيف تشارج، صارت نيوترال،
مظبوط؟ تمام مظبوط. ماشي. شوف عبد الرحمن دكتور، أسأل سؤال الميكانيزم، نحفظ هاي الخطوات ونرسمها بالامتحان أو نكتبها بالامتحان ولا كيف؟ والله نعم يا جماعة، يعني هو بشكل عام موضوع الميكانيزم في جزء كبير حفظ بالفعل. قصدي يعني نرسم هنا غرفة لين مثلا نكتبين؟ فأنت حاول تدرب عليهم، يعني ضلك حل تمام، تدرب عليهم إن شاء الله راح يعني راح تحفظهم يعني. تمام. طب بس احنا يعني بناخذ فيهم، انا بنشرح عشان يسهل عمليه الحفظ، انه في ترند هو للميكانيزم هذول، يعني هم كلهم شباب شايفين الميكانيزم اللي شرحناها للكلورينيشن، جميع التفاعلات اللي اخذناهم هون السته كلهم بيمشوا بنفس الميكانيزم اكزاكتلي شباب. شو الفرق الوحيد؟ هي الخطوه الاولى فقط، انه ايش هو الالكتروفايل، يعني كيف نكون الالكتروفايل. الخطوة الأولى كيف تكوين الإلكتروفايل الوحيد اللي بتختلف يا جماعة، لكن فيهم كلهم الخطوة الثانية اللي نيوكلوفايل بيهاجم الإلكتروفايل، والخطوة الثالثة بنفقد الأتش بلس عشان نرجع المركب أروماتيك، متشابهين تماما. واضح؟ طيب نشوف. طبعا البرومينيشن شباب، البرومينيشن exactly زي الكلورينيشن، بس بدل السيال في بي آر زي ما اتفقنا يعني. طب نشوف الميكانيزم الثانية اللي هو للنيتريشن. اوكي هاي this one مع نيتريك اسيد مع سلفريك اسيد، كيف بتيجي النيترو مكان الهيدروجين يعني. طب زي ما حكينا الخطوه الاولى تكوين الالكتروفايل. طب من الريجن في عندنا نيتريك اسيد وسلفريك اسيد صح، يعني هنا احنا حكينا هذول الاثنين بدهم يتفاعلوا مع بعض يكونوا لي الالكتروفايل. شو الالكتروفايل؟ حكينا NO2 بلس والبلس على النيتروجين، هذا الالكتروفايل. طب نشوف كيف هذول بيكونوا NO2 بلس. بداية هاي رسمة النيتريك أسيد شباب، أوكي؟ هذا النيتريك أسيد. طب تيجي هون H بلس، من وين H بلس هاي؟ آه جماعة مين بيحكي من وين H بلس هاي؟ جد؟ وسط حمضي. آه من وين وسط الحمضي يعني؟ H2SO4. H2SO4. آه ممتاز ممتاز. إذن H بلس من السلفوريك أسيد شو بتعمل؟ التو إلكترونز اللي هون شايفين؟ بروحوا بأخذوا الـ H بلس، تعمل رابط صارت هون. أوكي؟ طيب الآن إيش بصير؟ لاحظوا الأكسجين اللي هون اللي عندها نان بوندينج إلكترونز، الأكسجين بتروح بتستخدم تو إلكترونز أوكي عشان تعمل باي بوند. أوكي؟ بتروح هاي النيتروجين تفقد الكترون للاكسجين، فبنكسر الباي بوند هاي بتروح للاكسجين. طب بهاي الحاله شو صار؟ صار عندي ماينس H2O، يعني غادر ال H2O لانه جزيء ستيبل. اوكي ستيبل. طيب شو ضل هنا؟ ضل N عليها دبل بوند O وعليها دبل بوند O، ولاحظوا ضلت البلس. ليه؟ لانه ال N هنا كونت رابطه جديده وكسرت رابطه، فما صار عليها تغيير على الشحنه، ضلت بلس. إذا هذا هو الإلكتروفايل NO2 بلس. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ممكن واحد يسأل، طيب الخطوة الأولى الأكسجين أخذت الـ H بلس، طيب ليه مش هاي اللي أخذت؟ ليش مش هاي اللي أخذت؟ أوكي هو شباب هو بالفعل بيصير إكسشينج، يعني هو تفاعل إكوليبريوم، لكن الإكوليبريوم أحيانا يؤدي لبرودكت وأحيانا لا يؤدي لبرودكت، يعني لا يترتب عليه خطوة لاحقة، بالتالي ما بصير تغيير. إذن لو أجت هون ما في تغيير، لو أجت هون ما في تغيير، لكن إذا أجت هون في تغيير. ليه؟ لأن المركب بصير يفقد H2O. أوكي؟ طيب الآن لاحظوا الخطوة الثانية، الآن راح نكرر نفس اللي هون، حلقة البنزين راح تهاجم النيتروجين لأنه عليها بلس، تمام؟ راح تكون هون بلس. الخطوة الأخيرة HSO4- هذا الكونجوجيتد بيس للسلفوريك أسيد لأنه فقد H بلس هنا، فشو بعمل؟ روح باخذ ال H بلس اللي هنا لانه كاتاليست عشان يرجع H2SO4، فباخذ ال H بلس والتو الكترون بيرجعوا مره تانية باي بوند. اذا لاحظوا الخطوتين هذول تكرار للي هون يا جماعه، رح نضلنا نكرر فيهم. اي سؤال شباب على النيتريشن؟ اي سؤال عن النيتريشن؟ طيب نشوف نيكست السلفونيشن. دكتور حكينا بدنا بس ممكن تعيد شغلة انه ليش الـ H بلس اجت على الاكسجين هاي مش واحدة تانية؟
حكينا لانه هي فعليا الهيدروجين اوكي عادي، يعني بتيجي هون مره هون مره هون مره هون اثناء التفاعل يعني، في لكن يعني لما تيجي هون هذا لا يؤدي لبرودكت يعني اوكي، فالتفاعل بيرجع يعني اكوليبريوم تمام. هون نفس الشيء، لكن مجرد اذا اجت هون لا هذا في برودكت، في انه بصير يفقد H2O تمام. فهذا بس اللي انا حكيته انه عشان في اكثر من اكسجين. عبد الله محمد، الميكانيزم اللي حكيناه قبل شوي في الاكسجين باول خطوه صرف عليها شحنه موجبه ليش بالله؟ مره ثانيه عبد الله الصوت بس مش واضح. في الاكسجين هنا يعني لما ضفنا عليها الاتش بلس صارت عندها موجب. اه ليش صار عندها موجب؟ عامله يعني 4-8 الكترونات في المدار الاخير مكتمل عندها. احسب لنا، طب احسب لنا الفورمال تشارج للاكسجين يا عبد الله لهون. مظبوط 6-5 مظبوط موجب واحد. اه تمام. اذا هي فعليا طبعا بامكانك انت تحسب الفورمال تشارج بتطلع بلس 1، او ما هي الهيدروجين عشان تعمل رابطه مع الاكسجين تمام، عشان تعمل الرابطه هاي المفروض يكون عندها الكترون. طب هي ما عندها الكترون، فهي فعليا هو شو اللي صار، هي الاكسجين اعطتها الكترون بالاول فصارت الاكسجين بلس تمام، بعدين عملت الرابطه معها. يعني ممكن تنظر لها بهاي الزاويه. نعم. طيب نيجي لموضوع اذا السلفونيشن. نيكست حكينا بدنا اس او 3 مع السلفوريك اسيد، وهذا شكل الاس او 3 اوكي. طيب مع السلفوريك اسيد نفس الشيء، هذا راح يفقد اتش بلس، راح تيجي هون على الماينس تمام، راح يطلع عندي هذا الالكتروفايل اوكي. عشان هيك لما سالت زميلتكم انه في اتش بلس هنا من وين جاي، من هون اوكي. اذا هذا فعليا مش بس كاتاليست يعني، بينما هذول يعني في الوقت اللي هذول كاتاليست بهذا التفاعل السلفوريك اسيد، لا هو ستارتنج ماتيريال يعني كمان اوكي. اذا اتش بلس تيجي هون تمام، اذا هذا الالكتروفايل، لاحظوا السلفر هي اللي عليها البوزيتيف. طبعا الخطوه الثانيه راح نكرر يا جماعه، حلقه البنزين النيوكليوفايل بهاجم السلفر بتعمل رابطه بهذا الشكل، وهنا بصير البلس اوكي. طيب النكست لل HSO4 ماينس بتروح بتهاجم ال H بلس اوكي، و 2 الكترونز اللي هنا بينزلوا يرجعوا المركب باروماتيك مره ثانيه. اي سؤال شباب على السلفونيشن؟ طبعا انت ممكن تشوف المساله صعبه بس عشان اول مره تمر عليك، لكن بس هيك تتدرب زي ما حكيت في جزء كبير يعني هو حفظ يعني. طيب بحكي لنا هنا انه احنا المركبات اللي بنعمل لها سلفونيشن ممكن انه نستفيد منها نحولها لفينول اوكي. اذا بنضيف عليها صوديوم هيدروكسيد وبدنا هاي تمبريتشر، راح نعمل راح نحضر الفينول اوكي، وهي طريقه لتحضير الفينول من السلفونيك اسيد. يعني هذا اسمه سلفونيك اسيد بدل بنزويك اسيد، سلفونيك اسيد اوكي. جماعه نيكست الكيليشن اند اسيليشن اوكي. طبعا هو على اسم العالم اللي عملوهم عفوا، فريدل وكرافت اوكي. فريدل كرافت الكيليشن او فريدل كرافت اسيليشن اللي بعدها، وحكينا هذول برضه متشابهين. كيف راح الخطوه الاولى نكون الميكانيزم، حكينا من الريجنت بلزمنا ار سي ال مع الالومنيوم كلورايد اوكي، اللي بصير شيء شبيه بالكلورينيشن. شباب سي ال بتهاجم الالومنيوم، نعرف الالومنيوم AlCl3 عندها بي اوربيتال فاضي يعني هي لويس اسيد تمام، لذلك ممكن تستقبل عشان يصير عندها 8 الكترونز تستقبل النيوكليوفايل، فبتستقبل السي ال ماينس فبصير AlCl4 ماينس اوكي، وهي بتصير ار بلس هي الالكتروفايل تمام. يعني بنكسر هاي البوند بعد ما تهاجم السي ال الالومنيوم. الآن الخطوة الثانية زي ما تعودنا، البنزين بيهاجم الإلكتروفايل بيعمل رابطة، وأخيرا راح نحذف H بلس عشان نرجع الأروماتيك مرة ثانية. Cl ماينس هاي من وين جاي؟ مرة ثانية AlCl4 ماينس بتفقد Cl ماينس عشان ترجع الألمنيوم كلورايد، فCl ماينس هي اللي بتاخذ H بلس بترجع الباي بوند مرة ثانية.
اي سؤال شباب على الالكيليشن؟ طبعا زي ما حكيت اسمه الكيليشن او فريدل كرافت الكيليشن نفس الشيء. طيب اخيرا جماعه اخر ميكانيزم الاسيليشن تماما زي الالكيليشن. حكينا بيلزمنا هنا الفرق انه بين الار والسي ال في سي دبل بوند او، بس هذا الفرق الوحيد يعني عن الالكيليشن. لذلك نفس الصوره يعني السي ال ماينس بتروح للالومنيوم، AlCl4- وهي بتتكون طبعا الالكتروفايل البلس هون. لذلك الخطوه الثانيه بنزين راح يهاجم البلس يعمل بوند، والخطوه الاخيره Cl- بتهاجم ال H+ وبترجع الباي بوند مره ثانيه. واضح شباب؟ طيب حاول اليوم تدرب عليهم، واللي عنده سؤال بامكانه يسالني يعني بما يخص موضوع الميكانيزم. طيب ناخذ هيك اكزامبل سريع على هاي التفاعلات شباب. اوكي راح نكتفي بس ب اوكي ماشي. لا هذا محلول يعني هو بيحكي لنا درو ستيب وايز ميكانيزم. اوكي ارسم الميكانيزم للتفاعل التالي، وهيك بيجي عاده السؤال اكمل تفاعل، راح اكيد البرودكت ما يكون مكتوب، لكن اذا السؤال بيجي درو ستيب وايز ميكانيزم راح يكون التفاعل كامل شباب. اوكي زي ما الامامه يعني تفاعل كامل الستارتنج والبرودكت مطلوب، بس انت ترسم بالخطوات زي ما رسمنا هنا كيف وصلنا من هون لهون. تمام شباب؟ طيب اي سؤال يا جماعه؟ رشا اللي عنده سؤال يا جماعه. طيب راح اترك لكم هذا السؤال، انا ترسموا الميكانيزم. اوكي وضروري شباب اللي ما بيعرف انه يسال، لانه موضوع الميكانيزم هو جزء مهم من الماده. طيب بدي بس احكي ملاحظه يعني بما يخص مثلا اخر واحد. اوكي احنا حكينا انه بدايه انت بدك تكون الالكتروفايل، اوكي سي ال2 مع في سي ال3 بدك تكون الالكتروفايل. طيب الان البنزين حكينا بده يهاجم السي ال. طيب في اكثر من باي بوند، اي وحده اللي هاجمت؟ اوكي واضح انه هاي اللي هاجمت شباب، واضح من البرودكت يعني، واضح انه تم استبدال الهيدروجين اللي هون، اذا اكيد الباي بوند هاي هي اللي هاجمت السي ال بلس يعني، وبعدين حذفت الهيدروجين اللي هون ورجعت الباي بوند. اوكي بس هاي النقطه انه لما يكون في بنزين زي هيك ما في فرق اي وحده هاجمت، بس اذا كان في فرق بدك بس تركز بالبرودكت عشان تعرف اي وحده هاجمت. اي سؤال عبد الرحمن؟ لا دكتور بس كنت اسال اذا ببين عندك كم مره شاركت. اذا ببين عفوا ايش عبد الرحمن؟ اذا ببين عندك كم مره شاركت. ببين عبد الرحمن خلاص راح احكي لكم ان شاء الله، بس لسه بدري بدري يا جماعه. اوكي بس اذا الان يعني بعد ما اخذنا جوله اليوم جوله اجباريه للمشاركه الامور تحسنت، ان شاء الله المره القادمه راح نكمل يا جماعه. احنا ما كملنا الاسماء بس اوكي يعني اخذنا تقريبا نص الشعبه اليوم او اكثر من النص يعني. تمام راح نكمل بالمشاركه الاجباريه يعني المره القادمه. لا قصدي كم مره شاركت ببين عبد ببين عبد الرحمن خلاص نعطيك بعد المده يا عبد الله يا عبد الرحمن. تمام ماشي طيب يلا شوف عبد الله محمد. دكتور بتقدر ترجع لتفاعل السلفينيشن؟ في ذرة السلفر اللي بالنص كيف عامل يخمس روابط؟ كيف عامل؟ تمام مجمع. كيف السلفر بتعمل خمس روابط؟ لأن الشباب احنا بنعرف انه الاتوم بتكون ستيبل بيكون عندها 8 الكترونز. اوكي لكن شباب ابتداء من الاتومز اللي عندهم دي اوربيتالز تمام ممكن يعملوا اكثر من او يكون حولهم اكثر من 8 الكترونز. اوكي زي السلفر والفوسفورس، لكن هذا يعني الموضوع مش مطلوب منا احنا بما يتعلق بالالكترون كونفيجوريشن. اوكي لكنه موجود بالفعل السلفر بتعمل مش بس خمسة، ممكن السلفر تعمل ست روابط تمام والفوسفورس يعمل خمس روابط. اوكي شكرا دكتور. نعم شوف فرح مجاهد. إيه نعم دكتور ممكن تنزل لتحت شوي على الصفحة اللي تحت بس مش سامعينك يا فرح.
سامعني هيك دكتور؟ تفضل يا فرح. ممكن بس تنزل لتحت شوي على السطح اللي تحت. كمان؟ كمان على الأمثلة اللي كانت قبل شوي اللي بدها نرسم الميكانيزم. أوكي، بدي أسأل عن آخر واحدة. هلأ ما بتفرق لو مثلاً جبت لنا السؤال إنه إحنا نكمل المركب، ما بتفرق السؤال وين أحطها؟ ممتاز يا فرح. طيب يا جماعة، الآن لو أجى التفاعل الأخير وإنت تكمل التفاعل، ليه واضح إنه يعني كان المفروض إنه في هيدروجين هون أو هون أو هون، ليه أجت السؤال هنا؟ هذا شباب إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نحكيه. أوكي، بالتالي بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله راح تعرفي إنك تكمل التفاعل وإنت تحط السؤال هون. تمام، شكرا دكتور. العفو. عبد الله ناظم. دكتور أنا بس بدي أسأل عن موضوع الامتحان وكذا، امتحان المتر متى راح تنزل المواد وشو السيستم راح يجي يعني؟ ماشي جماعة، هو لسه الامتحان أتوقع ما نزل موعد مضبوط، بس يعني أنا متخيل إنه ممكن يكون بحدود 26 يعني، إذا ما خلتني الذاكرة يعني 26 شيء زي هيك يعني. تمام، anyway احنا متفقين بداية أول 3 chapters أكيد داخلين، chapter 4 اللي فيه احنا حاليا بس راح نشوف إن شاء الله يعني راح نعلنكم قريبا يعني وين داخل بشابتر 4، بس عشان نشوف في شعب يبدو متأخر شوي يعني. خلاص إن شاء الله دكتورة كلاس. إن شاء الله. طبعا الامتحان يا جماعة مش راح يكون كله multiple choice، اوكي في جزء multiple choice لكن في أشياء أخرى زي ما اتفقنا. شوف ورقي صح؟ أكيد الامتحان ورقي داخل الجامعة جماعة. اللي سأل يا جماعة ينزل إيده بس عشان ما نخربط، لأنه فرح جاهد مش عارف سألت فرح. شادي سألت شادي؟ لا ما سألتش دكتور، بس بدي أسأل هسه بخصوص سي، كيف صارت أنت حلقتين؟ كيف صارت حلقتين؟ كيف صارت حلقتين؟ ماشي شادي، حاب نكون هيك تجربوا فيها شادي وبعدين إن شاء الله راح نحلها مع بعضين. تمام؟ تمام دكتور. أوكي طب شاب يعطيكم العافية ونلتقي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك.